أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى جولة جديدة من كشك الصحافة، نطالع فيها أبرز وأهم ما تصدرته الصحف العربية والمواقع الإخبارية لهذا اليوم، ولكن البداية بالعناوين. الحوثيون يقتحمون منازل معلمات في ذمار، طالبنا بالرواتب. 20 مسرحية تفاعلية لمواجهة الإرهاب في عدن. في أكثر الأخبار قراءة، رجل يحاول دخول البيت الأبيض بعد أن تمكن من اجتياز سياجه. أهلا بكم. أحيت السلطة المحلية وقيادة الجيش الوطني الذكرى الأولى لفك الحصار جزئيا عن تعز وتحرير مديرية المصراخ جنوب المدينة، وقال القائمون على الحفل الجماهيري إنه أقيم بمناسبة مرور عام على فك الحصار عن تعز. يسرد موقع الموقع بوست لحظات فك الحصار الجزئي عن المدينة. كانت ميليشيا الحوثي والمخلوع قد استحدثت معبرا في مانعة الدحي منطقة الدحي، مانعة الدخول والخروج بعد أشهر من المعاناة. تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير مناطق شاسعة في الجبهة الغربية وصولا إلى خط الضباب. يتابع الموقع: كان الفرح يجتاح أرواح أبناء المدينة المرهقة، لحظات نشوة لم يخبرها أحد من ذي قبل، وكان الجميع يتحدثون عن ملاحم المقاومة. وفي ذات الموضوع، قال العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع بمحافظة تعز لموقع 26 سبتمبر أن الجيش الوطني والمقاومة عازمون على تحرير جميع مديريات محافظة تعز، ومن بينها جبهة الصلو وحيفان وخدير. يضيف الحمادي: ونحن أو سعداء ونحن نحتفل بالذكرى الأولى لتحرير الدحي ومديرية المصراخ التي وقف رجالها ونساؤها وشيوخها وأطفالها إلى جانب قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وكان لهم دور كبير في تحقيق الانتصار الحاسم وتحرير مديرية المصراخ من الميليشيا الانقلابية. ليست المرتبات للاستخدام السياسي، ليست للكسب وحشد الأنصار والتأييد. لا يجوز ولا يحق لأحد منا أن يتاجر بقوت الناس، لكنه ليس هناك حكومة في بلد ما في هذا العالم تستطيع دفع مرتبات كل الموظفين ونصف موارد البلاد بيد خصومها. هكذا بدأ رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر مقاله المنشور في العديد من المواقع اليمنية، وأضاف بن دغر في أجزاء من مقاله الموجه إلى المتمردين: التزمنا سنة ونصف بسياسة اقتصادية ومالية تقضي بتوصيل إرسال كل الإيرادات إلى البنك المركزي عندما كان تحت سيطرتكم، حتى استكملتم نهبة ونهب احتياطيته من النقد الأجنبي، ثم امتنعتم عن دفع المرتبات للمناطق التي تقع تحت سيطرة الشرعية، ومن ثم مرتبات من تجنون الضرائب والجمارك والإتاوات وفائض النشاط باسمهم ممن يقعون تحت سيطرتكم. ها نحن نقوم بدفع ما أمكننا من المرتبات والالتزامات اعتمادا على القليل من موارد الدولة، مع علمنا وعلم الشعب اليمني أنكم تعبثون بموارده وبمئات المليارات. دعونا نتجرد قليلا ونعود إلى المنطق والعقل على الأقل في هذا الشأن الهام، فنحيد الموارد كلها ونغلب مصلحة الشعب على كل مصلحة، وذلك كخطوة أولى نحمي بها الناس من التجاذبات والبيع والشراء بآلامهم وأوجاعهم. من سيأخذ موارد البلاد كلها عليه أن يتحمل مرتبات الموظفين كلهم وأن يضمن بقاء الخدمات. المرتبات مصدر قوت الناس، وقد جربناكم وفشلتم وأفكرتم البلاد وأفرغتم خزينتها وكانت مليئة بالأموال. أعيدوا لخزينة الدولة 581 ملياراً كنتم قد حصلتموها في العام الماضي فقط،
غير ما فرضتموه خفية على شركات الاتصالات وبعض المؤسسات التجارية الكبرى التي خافت بطشكم. هذا الرقم وحده يكفي لدفع المرتبات لتسعة أشهر كاملة. أرسلنا المرتبات للتربية والتعليم والزراعة والجهاز المركزي للمحاسبة في صنعاء والتربية في تعز، كما اتخذنا كافة الإجراءات لصرف المرتبات في بقية المحافظات التي تسيطرون أنتم على مواردها وأرزاقها. ليس في ذلك منة على أحد، وسنواصل ذلك واجبا علينا ورسالة وفاء لشعبنا الذي لن يمنحكم فرصة أكبر لتنهبوا حقوقه تقاتلونه بها وتدمرون كيانه تدفعكم فقط شهوة السلطة، وهي متاحة لكم لو قبلتم فقط بمخرجات الحوار الوطني حكما بيننا وبينكم. عودوا إلى رشدكم إن بقي فيكم راشد، واقبلوا سلام المرجعيات، سلام الشجعان، وستوقف الحرب فورا. هذا هو طريق السلام، وليس في الأفق طريق آخر. بالسلام سنكسب جميعا، سنكسب وطنا ونكسب حياتنا ومستقبلنا. والله أن دم يمني واحد أغلى من كل سلطة وأثمن من كل مال. تطور وصفه الأهالي بالخطير أقدمت عليه ميليشيا الحوثي في محافظة ذمار، حيث نقل موقع المصدر أونلاين عن سكان قولهم: الحوثيون يقتحمون منازل عدد من المعلمات في ذمار على خلفية مطالبتهن بالرواتب. وأفاد السكان للمصدر أونلاين أن دوريات للحوثيين اقتحمت منازل عدد من المدرسات بعد تنفيذهن وقفة احتجاجية للمطالبة بالراتب وإعلانهن الإضراب عن التدريس حتى استلام كامل حقوقهن. وفي تصريح لأحد أقارب المعلمات قال إن الحوثيين اقتحموا المنزل بطريقة غير لائقة وبانتهاك واضح لحرمة المنزل وأهله وأفزعوا الأطفال والنساء. وفي السياق هدد قيادي حوثي بارز في تربية ذمار المعلمات بفقدان حياتهن والوظيفة معا في حال استمرارهن بالإضراب والاحتجاج. وإلى موقع الاشتراكي نت، والذي عنون في صفحته الرئيسية: مدير مستشفى الثورة بصنعاء يصدر قرارات بفصل وإيقاف موظفين على خلفية إضرابهم الشامل. وقال الموقع إن إدارة مستشفى الثورة العام بصنعاء أقدمت على فصل وإحالة عدد من الموظفين للتحقيق، وذلك على خلفية الإضراب الشامل للموظفين والأطباء عن العمل احتجاجا على رواتبهم المنقطعة منذ 5 أشهر. مدير عام المستشفى المعين من قبل ميليشيا الحوثي وصالح محمد المنصور حاول بالتعاون مع الميليشيات كسر الإضراب الشامل، غير أن الموظفين رفضوا أن يتخلوا عن الإضراب. يتابع الموقع: يواصل موظفو وأطباء مستشفى الثورة العام في العاصمة صنعاء الإضراب الشامل على خلفية أزمة الرواتب المنقطعة منذ أكثر من 5 أشهر، وسط استمرار الميليشيات الانقلابية الانتهاكات والاعتداءات على المحتجين. أنا خجل من أمهات المعتقلين. تحت هذا العنوان كتب محمود ياسين مقاله المنشور في موقع الموقع بوست، وقال في أجزاء منه: لم نعد نعتصم لأجلهم، ولا ندري ما الذي يحدث لهم ولا أين هم بالضبط. لا أملك إحصائية غير أن الآلاف هي الإحصائيات النسبية لمغيبين تتهادى خطوات أمهاتهم على أرصفة بلاد لم تعد تفتقر للقانون فقط ولكن للنخوة أيضا. تصلني بعض من رسائلهن، وآخر أم أرسلت تقول: عيالنا بذمتكم يا صحفيين، نعرف أنهم في سجون التحالف الداخلي بين الحوثيين وصالح، وأن الفتيان الأبرياء وقعوا بيد أجهزة أمنية لديها الخبرة العتيدة في القهر، وحصلت على وضعية لا دولة وميليشيا جاهزة ومتحمسة للتنفيذ واحتمال التبعات الأخلاقية. هذا تم اعتقاله بسبب كلام قاله لصاحبه، وآخر بسبب منشور، وبعضهم بتهمة لايك، أما الغالبية فبتهمة الانتماء لحزب الإصلاح. أذكر بعد خروجي من السجن كيف أشار أحد عناصرهم لأنه كان يتوجب أن أتجرع الكأس كاملاً، وهم الآن منهمكون في هذه المهمة إلى أن نتذوق قاع الكأس الفولاذي، بينما لا تهمة محددة لهذا الحشد من الأبناء المختطفين
سوى أنهم اعتقدوا أن الحرية التي صافحوها في الشوارع وعلى أعمدة الصحف لن تتخلى عنهم، وأن بوسعهم قول كل الذي يعتمل في صدر جيل وقف بوجه آلة قمع لم تعد تكترث للسمعة الجيدة ولا للمجتمع الدولي، عوضاً عن فكرة الانتقام من جيل السنوات الأخيرة والانتقام من فكرة الحقوق والحريات والمنظمات، إذ يعتقدون الآن أن خطيئتهم كانت في مراعاة الحقوق والحريات والضغط الدولي، وأنهم لو استخدموا القمع أيامها لما حدث ما حدث، وهم الآن ضمن عملية تعويض عن كل ما سقط منهم وتعويض للذات القمعية عن كل لحظة تصرفوا فيها بإنسانية ومسؤولية في وضعية توحش كهذه التي نختبرها الآن. تمسي إنسانيتك هي ضعفك، سواء كنت الجلاد أو الضحية. إلى موقع الصحوة نت والذي عنون في أحد أخباره 2700 طالب يتقدمون للدراسة في جامعة سبأ والعرادة يوجه بشراء حافلات للطالبات. وقال الموقع إن محافظ مارب سلطان العرادة وجه بشراء وسائل مواصلات خاصة بجامعة مارب لتسهيل نقل الطالبات من المديريات البعيدة إلى الجامعة لتمكينهن من إكمال تعليمهن. وأوضح رئيس الجامعة أن المتقدمين للامتحانات 2700 طالب وطالبة في 5 كليات هي التربية والآداب والعلوم والشريعة والعلوم الإدارية. وإلى موقع عدن العاصمة والذي عنون في صفحته الرئيسية معاودة عروض المسرحية التفاعلية صنع في الحافة في عدن. وقالت التفاصيل: عاودت عروض مسرحية صنع في الحافة على خشبة المسرح التعليمي في قاعة أحمد محمد الشميري بمعهد جميل غانم للفنون الجميلة في العاصمة المؤقتة عدن، باستضافة مجموعة من طلاب إحدى المدارس الثانوية في كل عرض، وذلك عقب انتهاء الامتحانات. وأضاف الموقع: تتناول المسرحية ظاهرة الإرهاب واستقطاب الجماعات المتطرفة للشباب ودور المجتمع المباشر أو غير المباشر، سواء في إطار الأسرة أو المدرسة أو الشارع، تجاه الشباب المستضعف والمهمش. كما أن العرض تشاركي بطرح الممثلين للمشكلة، بينما ينتظر من الجمهور التدخل والتغيير بابتداع نص جديد أو تعديل الحوار وإضافة مشاهد أو شخصيات، بما يساهم بوضع حلول. من المنتظر تقديم 20 عرضا للمسرحية بحضور طلاب وطالبات من 20 مدرسة ثانوية. وقبل إكمال جولتنا لهذا اليوم نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. نتتبع القضايا والهموم، نختار منها ما يهمكم ونطرحها على المسؤولين والمختصين، نشرك الشارع في اقتراح الحلول لنضعها بين قوسين. أهلا بكم من جديد. تتحدث صحيفة العربي الجديد نقلا عن مصدر يمني أن 60% من موارد اليمن لا تزال بيد المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على مؤسسات الدولة ويقومون بتحصيل إيرادات جمركية وضريبية من ميناء الحديدة، بالإضافة إلى ضرائب شركات الاتصالات النقالة والقطاع التجاري الخاص. غمدان الشريف السكرتير الصحفي لرئيس الحكومة اليمنية قال في تصريح خاص للعربي الجديد إن المتمردين سطوا على مليارات الريالات من رسوم الجمارك وضرائب النفط وغيرها خلال العام الماضي 2016. مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي قال إن الواقع العملي يبدو معقدا، فحكومة الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ما تزال تسيطر على ثلثي رأس المال الاقتصادي للبلد، نتيجة لتركز معظم الشركات والبنوك والمؤسسات في صنعاء.
وتوقع نصر أن تلجأ الحكومة إلى تعديلات قانونية، منها إلغاء ضريبة المبيعات وإلزام التجار بدفع الضريبة في المنافذ البرية والبحرية والجوية. أما صحيفة الاتحاد فقالت إن عدد انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي وصالح العام الماضي بحق أبناء الشعب اليمني بلغ 39,000 حالة توزعت على كل أنواع الحقوق التي تكفلها المعاهدات والمواثيق الدولية كافة. وأوضح التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في بيان أصدره أن الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب اليمني يندى لها جبين الإنسانية، وعلى وجه الخصوص ما تسببت به الألغام التي زرعتها الميليشيا في المزارع والطرق العامة والمناطق المأهولة بالسكان في المدن والقرى. ودعا التحالف اليمني إلى تفعيل دور المؤسسات العقابية والملاحقات الجنائية لمنتهكي حقوق الإنسان في اليمن، والعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأموال التابعة للمخلوع صالح وعبد الملك الحوثي ومصادرتها. عودة العرب إلى العرب وكفى، عنوان للكاتب نسيم الخوري في مقاله المنشور في صحيفة الخليج، وقال في أجزاء منه: يمكن اختصار واقعنا العربي ونحن نتأهب بانتظار القمة العربية في الأردن بأننا من أكثر الشعوب التي أرهقها سقوطها المأساوي بين زلزالين، السقوط في الدم، السقوط في فجوة الخطى الدبلوماسية الدولية والإقليمية الضائعة والتي بات محللوها ينظرون ويكتبون عنا وكأننا الرجل المريض. ومن هناك، أعني من القمة، يفترض أن يبرز الجواب أو غباره، وغبار ما تختزنه الشعوب العربية والإسلامية من ملامح يرتجي الجميع أن تشي بضرورات الاستقرار، لأن ما يجمع العرب اليوم هو صرخة واحدة تقول كفى. هناك حاجة خارقة للوعي إلى أن منهجيات الحوار وأوراق التفاوض حول قضايا العرب ومصائر دولهم وشعوبهم تبدو وكأنها تدور وتحصر في مثلثات إقليمية ودولية فارغة استهلاكية لا علاقة لها مباشرة أو جديدة بلغة العرب ولهجاتهم وثقافاتهم ومستقبلهم أو مشاركتهم في صناعة مستقبلهم. نعم، الحوار حول مستقبل العرب عبر سوريا والعراق وليبيا واليمن يدور بين دول كبرى وإقليمية لا تتكلم العربية، لكنها تفرز مثلثات يمكن نسجها وتركيبها بين إيران وتركيا وروسيا وأمريكا وغيرها. لم يعد يظهر لنا في المشهد أي ملمح من ملامح النظام الإقليمي ولا حتى الدول الجديد، تبدو كلها مغمورة نفوساً ودولاً مسكونة بالصراعات المذهبية والطائفية الممثلة بالتنظيمات الكثيرة التي تبذر في أرجاء الأرض والعقول الرعب من الإسلام والسياسي وفوبيا الأسلمة والعرب والعروبة، بما يجعل أي لقاء عربي جامع نوعاً من اليقظة العربية الجديدة لملامح النظام العربي الذي قد يبدأ بعودة العرب إلى العرب وكفى. إلى شبكة البي بي سي والتي عنونت في أبرز أخبارها: 20 مليون شخص يواجهون خطر المجاعة في اليمن والصومال وجنوب السودان ونيجيريا. قالت التفاصيل: حذرت الأمم المتحدة من أن العالم يواجه أسوأ أزمة إنسانية منذ عام 1945، وأطلقت نداء عاجلا للمساعدة من أجل تجنب وقوع كارثة. وقال ستيفن أوبراين مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة إن 20 مليون شخص يواجهون مجاعات في اليمن والصومال وجنوب السودان ونيجيريا. وفي أكثر الأخبار قراءة والتي وردت في صحيفة القدس العربي بعنوان: رجل يحاول دخول البيت الأبيض بعد أن تمكن من اجتياز سياجه. قالت الصحيفة: أعلنت الخدمة السرية المسؤولة عن الحماية الشخصية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأسرته أن شخصاً متسللاً يحمل حقيبة ظهر تمكن من تسلق سور مبنى البيت الأبيض في واشنطن قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.
تضيف الصحيفة: تم احتجاز الرجل عند المدخل الجنوبي للبيت الأبيض بعد أن قفز من فوق سور مجمع مقر الرئاسة الأمريكية قبيل منتصف الليلة الماضية، وأشار البيان إلى عدم وجود أي مواد خطرة داخل حقيبة الرجل. عريس ألغى زفافه في آخر لحظة وعائلة العروس تدعو مشردين. بحسب صحيفة الإمارات اليوم، فإن أسرة أمريكية دعت المشردين والفقراء لتناول الطعام في أحد فنادق مدينة ساكرامنتو الأمريكية. ذكرت وسائل إعلامية أن أسرة تدوين كانت تخطط لحفل زفاف ابنتها عندما أبلغهم العريس بقراره إلغاء الزفاف في آخر لحظة. تابعت الصحيفة: وعندما علمت أم العروس بأن الزفاف لن يقام، خطرت لها فكرة بتقديم الطعام الذي كان مجهزا للزفاف إلى الفقراء والمشردين، حيث بلغت تكلفة العشاء 35,000 دولار. واعتبرت عائلة العروس بأنه من الكرم حقا خسارة أمر مهم جدا بالنسبة لهم لإعطائه أشخاصا آخرين. مدير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية مارك ليونارد كتب مقاله المنشور في صحيفة الغد بالتعاون مع بروجكت سيندكت حول النظام العالمي الجديد وطبيعة الصراع الحالي، وقال في جزء من مقاله: في الصراعات الجديدة سوف يجري تحويل الإنترنت والهجرة والتجارة وإنفاذ القانون الدولي إلى أسلحة، بدلاً من توظيف القواعد العالمية في حكم كل هذه القوى بفعالية. وسوف يكون الصراع الدولي مدفوعاً في المقام الأول بسياسة محلية تتحدد معالمها على نحو متزايد وفقاً للمخاوف وانعدام الثقة في المؤسسات والنزعة القومية التي تتسم بضيق الأفق. ليست الدول الأوروبية على يقين من كيفية الاستجابة لهذه الفوضى العالمية الجديدة، وقد ظهرت 3 استراتيجيات محتملة للمواجهة. تتطلب الاستراتيجية الأولى تقدم دولة مثل ألمانيا التي تعتبر نفسها صاحبة مصلحة مسؤولة وتتمتع ببعض الثقة الدولي للاطلاع بمسؤولية القيم الرئيسي على النظام الليبرالي العالمي. وفي هذا السيناريو تعمل ألمانيا على دعم النظام الليبرالي 1 على مستوى العالم والإبقاء على النظام الليبرالي 2 داخل حدود أوروبا. أما الاستراتيجية الأخرى فهي النفاق البسيط. سوف تتحدث أوروبا وكأنها شريك مسؤول، لكنها تتصرف على النحو الذي يعظم أرباحها. وهذا هو المسار الذي سلكته رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي عندما التقى ترامب في واشنطن العاصمة، فقد ألقت كل التصريحات الصحيحة حول منظمة حلف شمال الأطلسي الاتحاد الأوروبي والتجارة الحرة، ولكنها دافعت عن صفقة خاسرة مع الولايات المتحدة خارج هذه الأطر. في الأشهر المقبلة سوف يضطر العديد من القادة إلى الرهان على ما إذا كان النظام الليبرالي قادراً على البقاء، ما إذا كان ينبغي لهم أن يستثمروا الموارد في جلب هذه النتيجة. في عاصمة الدولة التايلاندية بانكوك أقيمت مسابقة بولو للأفيال، كانت فيه الفيلة النجوم الأبرز الحاضرة بالمسابقة. صحيفة الشرق الأوسط نشرت بعضا من صور المسابقة، نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.